الله. الحمد لله في المنطلق والصلاة والسلام على من بعثه الله بإقرأ باسم ربك الذي خلق أيها الأفاضل حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اللقاء في هذا العدد الجديد وفيه الونشريس ذلك الجبل الإنسان والعمران لاجل الون الشريس ايها الافاضل نسعد ان يكون معنا في هذا العدد استاذ التاريخ بجامعه خميس مليانه الدكتور محمد زرقوق سعيد بوجوده بيننا دكتور محمد اهلا بك شكرا وانا سعيد بوجودي بينكم ونشكركم على الاستضافه وان شاء الله سنكون في حسن ظن متابعي قناه القران الكريم الله يبارك فيك شكرا جزيلا دكتور زرقوك كما أتشرف أيها الأفاضل بهذا الانضمام المبارك أيضا لواحد من الباحثين في التاريخ والأثار الإسلامية الدكتور داود ميمن دكتور ميمن أهلا بك أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهدين قناة القرآن الكريم إن شاء الله يبارك فيك دكتور ميمن كما أسعد أيها الفاضل بأستاذ العقائد والأديان بجامعة بجامع الجزائر المدرسة العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن الدكتور عبد الرحمن طيبي دكتور عبد الرحمن أهلا بك أهلا وسهلا شكرا لإستضافة تحية ليك أستاذ أحمد والأساتذة الأفاضل والسادة المشاهدين الله يبارك فيك دكتور عبد الرحمن كما أسعد أيها الأفاضل بأستاذ الشريعة والقانون بالمدرسة العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن جامع الجزائر بروفيسور سليمان والدخصال بروفيسور سليمان اهلا بك بي. اهلا بك استاذ احمد طيبه لك الاساتذه ولاستاذ المشاهدين الله يحييك ويبارك فيك هذا العدد بحول الله الون ذلك الجبل ما تاريخه الانساني والعمراني من سكنه اولا ومن عمره في التاريخ كيف كان عنوانا للحصانه الحربيه والحصافه العلميه ولماذا سمى الانسان الجزائري نفسه به كيف نزع الانسان الجزائري الى منطق النظام والدوله في بني توجين بالونشريس وكيف غذ الونشريس التجربه الرستميه في تثبيت اركانها ما هي مخرجات علاقه هذا الجبل بالكيانات السياسية على الأرض الجزائرية من الزيرية إلى الحمادية فالزيانية في تاريخنا الوسيط وهل تأبى الجبل عن قبول استضافة نمط الحكم العثماني في إدارة الشأن الجزائري إبان دولة الجزائريين هذه أسئلتنا أيها الأفاضل في مقام الونشريس ذلك الجبل دكتور محمد زرقوق الونشريس ذلك الجبل ما تاريخه الإنساني والعمراني من سكنه أولا ومن عمره في التاريخ شكرا على سؤال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين أنك استضفتنا ودعوتنا للحديث عن منطقة من, من أهم المناطق في الجزائر والتي تحتاج إلى وقفات وإلى بحوث تاريخية مستفيضة فيما يتعلق بتاريخها منذ القديم إلى يومنا هذا إلى عهد الاحتلال الفرنسي وما بعد الاحتلال وما أنتجته وما أعطته من رجال من ثقافة من علم وحتى كذلك في النشاطات الاقتصادية التي أثرت بها الجزائر في كل الجوانب فالونشريس في حد ذاته السلسلة الجبلية التي تعتبر بداية ناحية الغرب الجزائري أو هي التي تربط بين الوسط والغرب تقريبا سلسلة جبلية معروفة حتى لدى الكتاب القدماء عند اليونانيين وعند الرومان الذين كتبوا ولو لم يسمونها الونشاريس بهذه التسمية ولكنهم ذكروها ذكروا هذه الجبال أو هذه السلاسل الجبلية ممتدة في هذه المنطقة بأسماء مختلفة فالونشاريس هذه السلسلة الجبلية الممتدة تقريبا من مليانة مرورا بعين الدفلة إلى غاية الشلف حتى إلى مينا تقريبا أو إلى سهل كذلك في الجنوب بالقرب من تيارت هذه المنطقة كلها تميزت عبر التاريخ بأحداث كثيرة منذ العهد الروماني إلى العهد الإسلامي إلى الفترة الإسلامية وحتى كذلك في فترة الوجود العثماني في الجزائر وحتى كذلك في عهد الاحتلال الفرنسي ولها مميزات وأشياء كثيرة تميز بها عبر التاريخ ومن أهم التمييز به المنطقة أنها كانت منطقة حصنا لقلعة للمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي منذ الوجود الروماني القديم فاندلعت في المنطقة مقاومات عنيفة ثارت أه ضد محاولة الرومان التوسع في المناطق الداخلية نحو الهضاب العليا ونحو المناطق أه الداخلية للجزائر في الجهة الغربية خاصة ونفسر يعني الأمر الذي يفسر وجود تحصينات عسكرية كثيرة أقامها الرومان في هذه المنطقة أثارها أو بعض أثارها مازالت موجودة إلى حد الآن فقلعت مينا مثلا بالقرب أو بالقرب من غليزان مثلا او حتى كذلك قلعه في مدينه عين الدفله في مليانه في ذاتها التي كانت تعتبر قلعه رومانيه لتراقب المنطقه وصولا الى خميستي كذلك القريبه من من التي كان فيها كذلك قلعه فاحاط الرومان هذه السلسله الجبليه بمجموعه من القلاع حتى تستطيع ان تراقب المنطقه وتخمد الثورات التي اندلعت في 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 المنطقه ضد الاحتلال الروماني وكانت هناك في الحقيقه في المنطقه قبائل بربريه امازيغيه كما سمع ابن خلدون فيما بعد فهذه القبائل الصائره ضد الوجود الروماني او ضد الاحتلال الروماني ونجد ان بعض القبائل او بعض ملوك بعض القبائل تمكنوا من من الاحتفاظ باستقلالهم عن الوجود العثماني ولم يخضعوا لسياسه الرومان التي كانت تمارسها سلطه روما في في المنطقه فقبائل كثيره كانت تسكن المنطقه قبيله المغازيس مثلا التي كانت تقطن بين زكار الى غايه جبل ونشاريس هذا او الى غايه تفسير تقريبا فكانت من اشهر القبائل الثائره في المنطقه وان كانت هذه القبائل في الحقيقه معروفه او كتب عنها بطليموس مثلا او كتب عنها سترابون او كتب عنها بعض المؤرخين الرومان باسماء لاتينيه ففيما بعد اتخذت اخذت اسماء بربريه واسماء امازيغيه وتعربت فيما بعد بعد الفتوحات الاسلاميه فهذا يعني كتعريف شامل بالمنطقه الونشاريس في العهد الروماني وان كان هذه المقاومه روح المقاومه بقيت مستمره حتى العهد الاحتلال الفرنسي وان كان يعني نترك المجال للزملاء لكي يتحدثوا عن الفترات اللاحقه ولكن يعني منذ ان نشات المنطقه منذ ان حاول الرومان ان يتوسعوا في المنطقه ويحتلوها ويضعوها جزءا من ولايتهم أو من مناطقهم التابعة لهم فوقف في وجون سكان المنطقة ورفضوا أن يخضعوا للاحتلال الروماني قديما واستمرت هذه المقاومة إلى غاية الاحتلال الفرنسي ومن بعد الاحتلال والدليل على ذلك هو مقاومة الأمير عبد القادر التي اتخذت من هذه المنطقة موطنا وقبائل كثيرة انضمت إلى مقاومة الأمير ربما سيأتي الحديث عنها فيما بعد أجدد سعادتي دكتور محمد زرقوق بهذا الانضمام وإن شاء الله بكم سنفك الكثير من الألغاز الفكرية والتاريخية حول تاريخ مناطقنا التليد والونشريس شريس هذا الجبل جزء من هذا التاريخ دكتور سليمان والخصال أكد الدكتور محمد زرقوق أن من سكن هذا الجبل كان من عناوينه المقاومة مقاومة هذه التي رفضت الرومان وأصبحت دعما وضلعا وسندا مع الفتح الإسلامي لاستمرار عملية انتشار الإسلام في العالم كيف يمكن أن نقدم مجموعة تعريف لهذا الونشريسي في التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم فعلا تبع لما قاله الدكتور محمد في الحقيقة جبل الونشريس يمكن أن نسميه بجبل المقاومة بامتياز من منذ القديم لاعتبارات كثيرة قد تكون هذه الاعتبارات متعلقة بالمكان الجبل والجبل دائما هو حصن وهو أيضا ملاذ كذلك للمقاومين منذ التاريخ وأيضا كذلك لاعتبارات أخرى متعلقة بالإنسان الجزائري في حد ذاته هناك دراسات في الحقيقة تقول تقول دائما ربما الحديث بشكل كبير عن العهد الروماني وكيف وان الجزائريين قاوموه وكانهم يحصرون هذه الفتره فقط في هذه الفتره باعتبار ان المصادر تحدثت بشكل كبير ولكن الحقيقه ان الجزائريين كانوا متواجدين قبل ذلك وكانت لهم وكانوا عباره عن قبائل قويه ربما سنذكر امثله منهم وكانت لهم كذلك دولتهم إن شئت شيء آخر كذلك يذكره المحققون من المؤرخين الجزائريين أن وجود الجزائريين في جبال الونشاريس ليس فقط من أجل الفرار كما يذكر البعض وإنما لأنهم كانوا يدركون بأن, بأن البقاء في سفح الجبل هذا قد يعرضهم إلى بعض الكوارث الطبيعية كالفيضانات وما إلى ذلك فاعتمدوا على هذه المناطق من أجل أن يعيشوا هذه العيشة التي تحدثنا عنها شيء ثالث أستاذ أحمد أن التاريخ يحدثنا أن هناك قبائل كثيرة جدا جدا هذه القبائل التي كانت كثيرة في ذلك الزمن بمعنى في العصر القديم يدل على أن الجزائر كان موجودا بشخصه وكان موجود كذلك بثقافته وكان موجود كذلك بإنيته وشخصيته أنا سأعطي مثال دائما يذكرون اسم الوشاريس باسماء تتعلق بالرومان يقول لك جبل انكوراريوس هذا لكن ربما الذي يقرا لبعض ما يقوله بعض مؤرخي الرومان وحتى الفرنسيين كذلك يلاحظ انه يذكرون بعض العبارات على سبيل المثال يقولوا بانه كانت تسخر بشجر اعتقد العصف هكذا يقول عن هذا الشجر النادر القوي الذي كان في الونشاريس كان يستغل من طرف الرومان من أجل صناعة موائدهم قالوا كانوا يستغلونه إلى درجة الاستنزاف بمعنى أن الرومان وعلى شاكلة الرومان دخلوا إلى هذه الأراضي من أجل أن يستغلوا خيرات فوجدوا مقاومة رهيبة كبيرة من طرف الجزائريين شيء آخر أستاذ أحمد إذا سمحت أنه القبائل التي تذكر في ذلك الزمن القديم يذكرون مثلا قبيلة آآ آآ قبيلة المازيكس التي ظلت مستقلة مستقلة عن الرومان عن المستعمر هكذا يقصدون قبيلة الموزون قبيلة الأكويني والماكورني والموكيسي قبيلة الماخوني أنا أذكر هذه الأسماء قصدا حتى, يس حتى يدرك المشاهد أن حقيقة هذه الأرض لم تكن قليله العدد كما يزعم البعض، وإنما كانت كثيرة العدد تعبر عن وجود أناس حقيقة أصحاب هذه الأرض، كانوا يمتلكونها وكانوا يدافعون عنها وكانوا يبنون كذلك حضارة، النعم أرض يعني أرض لها أهلها لها أهلها بطبيعة الحال، قبائل كثيرة، قبيلة المسيسيل، قبيلة قبائل كثيرة جدا جدا، حتى على مستوى الثورات التي قامت ضد الرومان بالدرجة الأولى، هناك ثورات عديدة جدا نذكر ثورة إديمون اللي كانت في 42 الميلادي كما سجلها الرومان يعني كما سجلها الرومان والمعركه طبعا دائما تلاحظ انه عندما يتحدى عندما عندما نقرا المصادر الغربيه الرومانيه اللاتينيه دائما الحديث يكون لصالحهم ولكن هناك بعض الحقائق لا شك ومن هذه الحقائق انه ثمه رجال جزائريين حقيقه قاوموا هذا هذا المستعمر بشراسه وبقوه الى درجه انهم ذات معركه استطاعوا ان يهدم مدينة شلف بين قوسين في ذلك الزمن على رؤوس هؤلاء الأعداء إذن هناك مقاومة حقيقية من طرف هؤلاء الناس ولكن الذي ربما يعني هناك عبارات كذلك ذكرها المؤرخ وهي عبارة قوية جدا تقول بأن الإنسان الذي عاش في هذه المنطقة يقول الليبي نسبة لأن هذا المصطلح قديما كان يقصد يشمل إفريقيا وكذا يقول كانوا من أقوى وأعتى الاجناس لا يسكنها الا الاقوياء ويقصدون طبعا الانسان الجزائري في ذلك الوقت هذه القوه طبعا استطاعت استفادت منها الجزائر عبر التاريخ في الفتوحات الاسلاميه وبعد الفتوحات الاسلاميه بحيث انهم كانوا كذلك فرسان في الفتوحات الاسلاميه وفي امور كثيره ولذلك نقول بانه جبل إجابة على سؤالك جبل ونشريس حقيقة هو مفخرة الجزائر وربما يحدثنا الدكتور عن موقعه الاستراتيجي وكذلك عن دوره الكبير وبالتالي فهو يعبر كذلك عن ملمح عن ملح ملحمة قوية من ملامح الشعب الجزائري الله يبارك فيك بروفيسور سليمان دكتور عبد الرحمن في تراثنا الإسلامي عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على علاقة بجبل أحد يحبنا ونحبه والعلا والعلاقة هذه <تصفيق> <تصفيق> العلاقة هذه تجسدت مع هذا الجماد في قوله صلى الله عليه وسلم كما تقول بعض الروايات أثبت يا أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين كيف ثبت الونشريس جبلا جزائريا روحا ومبنى. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن ولاه. لإجابة عن سؤالكم استاذ احمد لابد من الوقوف عند جمله من المحطات نعم زياده في كلام الاساتذه الافاضل بخصوص هذه المنطقه، هذا الجبل وما يحيط به من سهول واحواض. والجبل كرمزيه كما قال المؤرخ المهدي ابو عبد جبل ونشريس بمثابه عالم المله بمثابه رايه رايه للمله يوحي بما يوحي من رسوخ في التاريخ وقوه انسان عمره على هذا الاساس يمكن الوقوف عند جمله من المحطات المحطه الاولى ان هذه المنطقه قديمه قدم التاريخ لوجود بعض الاثار القديمه اكتشفها ولا سيما مع الرحاله المستكشفون الفرنسيون اثناء الاستعمار الفرنسي تعود الى الاف السنين مما يثبت اقامه الانسان وعمران هذا المكان من قبل الانسان. اضافه الى ذلك ان هذا المكان تميز بغاباته الكثيفه واحراشه وسهوله الخصبه. بما يوحي إلى امتهان الإنسان الذي سكن هذه الأرض الرعية والزراعة في دلالة أخرى إلى ارتباط الإنسان بالمكان ثم أن هذه المنطقة تمثل قلبا إذا صح التعبير للمغرب الأوسط في تاريخ الوسيط ولموريطانيا القيصرية في التاريخ القديم عديد. بمعنى أن هذا المكان الاستراتيجي كان محل أطماع من قبل من يروم التوسع على خيرات هذه الارض واستغلالها لصالحه ولا سيما بعد سقوط قرطاجنة او قرطاجه العاصمه قرطاج مما ادى الى مقدم الرومان الى شمال الافريقي والى هذه المنطقه بالذات التي شهدت مقاومات شديده كما اشار الاساتذه قبل قليل هذه المقاومات التي قادها هؤلاء تعززت تعززت مع التاريخ ثم ابانت عن علاقه روحيه بين هذا الجبل وهذه المنطقه وسكانها وبين هؤلاء المحتلين بعد تبني هؤلاء للمذهب الدوناتي التوحيدي في مقابل سيطره السيطرة التفليفية المسيحية التفليفية المحرفة على يد السلطة الرومانية وكان نوع من التمرد على الاضطهاد على الظلم على الغصب على, الغصب على الاستعمار من قبل ساكنة تلك المنطقة في العلاقة علاقة توحيدية منذ القدم في الإنسان الحر الإنسان الحر بطبيعته يروم بارتباط بالوحدة بالتوحيد بالله تبارك وتعالى، بالديانه الحقه، وقد اثبت هؤلاء من خلال انتمائهم للمذهب الدوناتي المعبر عن الرساله الحقيقيه التي اتى بها السيد المسيح عيسى عليه السلام، بارتباطه بارضه ومحاربته لكل عدوان، لذا بعد فتره دخول الاسلام الى هذه الارض لم يعني لم يكتب لنا التاريخ يعني او لم يصلنا عبر التاريخ كثره مقاومه لهذه المنطقه للدين الجديد او للفاتحين الاسلاميين فكان للفاتحين المسلمين فكان اللقاء كانت حركه استيعابيه كانت حركه استيعابية او عوده عوده للقاء الاول لقاء عن طريق الدوناتيين مع المسلمين معبرين عن فكره التوحيد الاسلامي الخالص هذه العلاقه بين هذا الجبل كرمز ككيان كما اشار اليه المؤرخ المهدي ابو عبد الله عليه رحمه الله وبين تاريخه وعمرانه وانسانه امتد مع التاريخ واصبح طابعا له تجسد مع حركيه الانسان خلال هذه المنطقه عبر مختلف الحقب الزمنيه التي عبر التاريخ سواء عن فترة, فترة الاحتلال الروماني أو الوجود الويندالي حتى كان في مقاومة حتى الوجود الويندالي رغم تبنيه للمذهب المذهب التوحيدي أيضا لكن بسبب ظلمه وتعنتي وطغيان هؤلاء تمرد هؤلاء على هذه السياسة السياسة سياسة، إذا صح التعبير تدميرية سياسة إهلاك الحرث والنسل واستغلال الإنسان وخيراته وثرواته بما يعبر عن رمزية هذا المكان الذي استمدها من تاريخه القديم واستمرت مع مختلف الحقب الزمانية المتتالية والتي صنعت مجد هذه المنطقة وجعلت منها منطقة فاصلة وشهدت لكثير من الأحداث المفصلية التي مثلت منعطفا في تاريخ شمال إفريقيا في تاريخ المغرب الأوسط سواء في الفترة ما قبل الإسلامية أو في الفترة الإسلامية أيضا يعطيك الصحة دكتور عبد الرحمن القراءة في الدلالات تدفعنا للذهاب للدكتور داود ميمن دكتور مهيمن اهلا بك واجدد سعادتي بهذا الانضمام انتم والدكتور زرقوق لان النفس الفكري في اللقاء عندما ينضاف اليه النفس التخصصي نستكمل النظره لدى الساده المشاهدين في استيعاب دور الانسان الجزائري في التاريخ هذا الجبل كيف كان حصينا حربيا وحصيفا علميه بسم الله الرحمن الرحيم نجدد الشكر الخالص لقناه القران الكريم على هذا الاستضافه وباعتبارنا متخصصين في التاريخ والتراث منطقه شارس او جبال الونشريس هي سلسله من الجبال تمتد كما ذكر الزملاء على محور يمتد من تيارت الى مديه الى عين دفله الى شلف يعني هذه سلسله جبل وشريس تتوسط هذه الولايات كما ذكر الزملاء احنا لما نرجع الى وجود الانسان في جبال ونشريس دائما يذهب ذهننا الى اقدم المراحل او اقدم الفترات نعم دائما نلجا الى نذهب الى ما فتره ما قبل التاريخ هناك دلائل تثبت وجود الانسان في هذه المنطقه قبل التاريخ في العصور الحجريه فقد وجدت في هذه المنطقه بعض الادوات الحجريه التي تعبر على استقرار الانسان في هذا المكان. ثم لما نذهب الى مرحله متاخره بعد هذا وهي فجر التاريخ وهي مرحله ما بين التاريخ وما قبل التاريخ فقد ازدهر الفن الصخري في هذه المنطقه وقد وجدت في هذا المكان بعض الدلائل على هذا كرسومات جداريه موجوده مثلا لما تذهب الى منطقه ثنيه الحد تجد رسومات جداريه تعبر عن فكر انسان تعبر عن وجود انسان تعبر عن حقيقه هذا الانسان المرتبط بالارض ذكر الزملاء فيما يخص هذه المنطقه تاريخيا تعتبر منطقه قلعه من قلاع المقاومه ضد المعتد المعتدين الاجانب ابتداء من الفتره الرومانيه كبقيه الثورات او كبقيه الجبال لما نقول جبال جورجرا جبال الاوراس جبال ونشريس جبال الظهره حتى دائما نرتبط بواحد الفكره انها جبال وجدت لكي تكون قلاعا للثوار وقد صدق هذا الامر على جبل ونشريس فقد كانت قلعه من قلاع الثوار على على مر التاريخ في الفتره الرومانيه كما ذكر الزملاء حاول الرومان ان يستغلوا هذا هذا هذه المنطقه استغلالا بشعا فلقوا مقاومة شرسة من طرف سكان هذه المنطقة. وقد تزامنت ثورة او اول ثورة على ما اذكر اللي كانت في سنة 40 يعني بعد مقتل الملك طوليموس والملكة النوميدي قامت مقاومة في منطقة الونشاريس وقد سبقتها قبل ذلك مقاومة في جبال الاوراس. هذه المقاومة مقاومة تكفاريناس في جبال الأوراس لما انتهت مقاومة في الأوراس بدأت, بدأت المقاومة في ألوان شرس بقيادة إيديمون يعني قاد هذه المقاومة واستمرت لمدة زمنية طويلة حتى يقال أن الرومان تفاجؤوا بموقف الرومان أرادوا استغلال أراضيهم فرفضوا رفضا قاطعا هذا الأمر وقادوا مقاومة ضدهم استمرت تقريبا حوالي خمسين ستين سنة على حسب ما ورد في الكتب التاريخية في الفترة الوندالية ذكر الأستاذ ان المعروف على الوندالين انهم كانوا يعتنقون المذهب الدوناتي نعم المذهب الدوناتي انتشر في 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 انتشر في الوان يعني كانت الديانه سائده ورغم ذلك قامت ثوره ضد 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 الوندال لماذا؟ لأن المعروف عن السكان الونشي أنهم يمقتون الظلم وقد عرف عن الوندال استغلالهم البشع لهذا الأمر دائما لما نرجع لهذا الجبل دائما نستذكر المقاومة ويبقى هذا الجبل رمز للمقاومة على مر التاريخ لما نرجع إلى الفترة الثورات الشعبية فترة احتلال الفرنسي نذكر أن الأمير عبد القادر يعني استنجد بسكان الوينشاريس في ثورته ضد الفرنسيين في الثورة التحريرية كانت منطقة الوينشاريس قلعة من قلاع قلعة من قلاع الثورة التحريرية وقدمت خيره رجالها وخيره ابنائها وتبقى دائما منطقه الونشريس تقدم نموذج نموذج للتضحيات عبر التاريخ الله ينورك دكتور شكرا. ميمن والحقيقه اشارات تفضل مو... دكتور تفضل يعني فيما يتعلق بوجود الانسان في هذه المنطقه منذ القديم وكما قال الاستاذ يعني لم تكن منطقه فارغه بل كانت مأهوله بالسكان منذ العصور القديمه والتسميه في حد ذاتها. الاسم في حد يعني من خلال دراسات انثروبولوجيه ودراسات تاريخيه كثيره كلمة الونشريس الشائع والمعروف يعني عند كثير من الباحثين الاكاديميين انها أه. كلمه امازيغيه صحيح بربريه التي تعني المكان الذي لا يوجد اعلى منه على مكان لا أعلى من الأعلى لا أعلى منه يعني المكان لا هو أعلى مكان في في المنطقة في في هذه السلسلة لكن بعض الدراسات قرأت بأن أصل الكلمة يعني قبل نذكر كلمة الونشاريس كانت هناك كلمة أمز كلمة فينيقية أو تسمية فينيقية مما يدل يعني على أن الفينيقيين كذلك استوطنوا المنطقة قبل الإحتلال الروماني نعم وهم الذين ربما تركوا اثار فيما بعد والذين وهم الذين يعرفون في المصادر الاسلاميه باسم الافارقه او باسم الافارقه الذين استعان بهم المسلمون فيما بعد في الفتوحات الاسلاميه فالكلمه الونشاريس لما لم يستطع الرومان كتابتها بهذا الاسم يعني لم تتطوع لهم الحروف واللغه اللاتينيه لكتابتها فسموها جبل انكوراريوس ففي الحقيقه هي كان سابقه لانكوراريوس عند الفينيقيين بسمية المنشاريس ولو ليس بنفس الصيغه وبنفس الكلمه بالضبط ولكن كانوا يعبرون عن وجود مكان عالي الذي هو قمه الجبل الذي هو الونشاريس ثم اصبحت الكلمه شائعه بعد بعد زوال الاحتلال الروماني واستخدمها كذلك المسلمون في المصادر الاسلاميه تجدها تقريبا بهذه بهذا الاسم حتى في ياقوت الحموي كذلك ضبطها من خلال الحركات والسكون وكذلك بجبل الونشاريس وحرفه في هذه المنطقه. الله يبارك طيب ها. يعني بكل امانه دكتور محمد زرقوق هذا الجبل كان عصيا حتى على الترجمه يعني لم يسمح في تاريخه للرومان ان يترجم بغير اسمه. ها. وحتى العربية عندما انضمت إلى هذا النطاق وجدت في مفهوم الشراسة حضورا في الاسم على اعتبار أن أهل هذه المدينة تميزوا بالشراسة ضد كل عدوان ضد كل واحد خارجي وباللطف والتوائم والقوة مع أهل البلد هل يمكن أن نقول بأن الونشريس حققت ذلك عبر التاريخ معنى ومبنى؟ نعم يمكن ان نقول بان فعلا ساكنه الونشريس فعلا يعني تميزوا بروح المقاومه الشرسه ضد الاحتلال الاجنبي والغريب يعني اننا حينما فيما بعد نصل الى فتره الفتوحات الاسلاميه فيما بعد حينما تحدث بعض المصادر او بعض المراجع الاجنبيه وخاصه من الفرنسيه في المدرسه التاريخيه الفرنسيه التي تريد ان تتحدث عن سكان المنطقه وكيف انهم صاروا ضد الفتوحات الاسلاميه وقاوموا وعارضوا واتخذ عن ذلك كسيله كيف انه صار ضد عقبه بن نافع وقتله الى غير ذلك من الامور والحقيقه ان ان هذه المقاومه وان استخدم فيها وان ظهر فيها بعض البربر لم تكن الا استمرار للمقاومه البيزنطيه مقاومة البيزنطيين للوجود الإسلامية والفتوحات الإسلامية في المنطقة فالسكان فعلا تميزون عن بشراستهم ورفضهم لكل أجنبي منذ العصر القديم ولما في البداية يعني لم يفهموا الفتوحات الإسلامية ولم يعرفوا مقصد الفاتحين كما ينبغي فوقفوا إلى جانب البيزنطيين ولكن فيما بعد بعد الاحتكاك وحينما تمكن المسلمون من شرح اهداف هذا الفتح وعرفوا بانهم جاءوا ليفتحوا القلوب وليس لفتح العباد بل جاءوا لتعليمهم بل جاءوا للتعليم ولنشر الحضاره وليس لاستخدامهم كعبيد او لاستغلال المنطقه كما كان يفعل الرومان من قبل فرحبوا ب... الاسلام نعم فرحبوا بالفتحين وفتحوا لهم الابواب بل اصبح اصبح السكان المنطقه هم انفسهم من بين الذين يفتحون الاقاليم والمناطق في الغرب الجزائري وصنهاجه مثلا التي كانت تسكن في هذه المنطقه فهم الذين نشروا الاسلام في السنغال وفي المناطق الجنوبيه فيما يعرف بالسودان الغربي والسودان الاوسط ف... الصنهاجة كانت تقطن هذه المنطقة الجنوبية من المنطقة فبعد أن اعتنقت الإسلام وفهمت الإسلام فعلا أصبحت هي تقوم بالفتوحات فيما بعد الأندلس كذلك فساهم فيه الأمازيغ وساهم فيه البربر سكان هذه المنطقة بشكل كبير جدا نعم فهم يتميزون بالشرسة ضد كل أجنبي كل من يريد ان يحتلهم ويستغل ارضهم ويستغلهم كذلك وفتحوا صدورهم وقلوبهم واراضيهم وبلادهم لكل من جاء يتعاون معهم او الذي جاء لينشر الحضاره والعلم في هذه المنطقه وهذا ما قام به المسلمون عبر التاريخ منذ القرن الاول الهجري والثاني الهجري حتى الدولة الاسلاميه التي نشات فيما بعد جميل ولنا عن ذلك الدوله الرستوميه مثلا هذا ف... السؤال دكتور زرقوك نعم مشكور على هذه الاضاءه دكتور ميمان عندك اضافه؟ لا انا الإضافة ما عرف على سكان منطقه الونشليس انهم كانوا اشداء كما ذكرتم الحقيقه والشده هذه لم تاتي من الفراغ من الفراغ هي طبيعه المنطقه هي منطقه جبليه وعره المسالك يعني بالاضافه الى هذا ان الانسان متربي التربيه التربيه اللي اللي تربوها السكان الاصليين هناك وحب الارض هو اللي يولد هذا الشعور لدى الانسان انه مادام تكون متمسك بالارض تاعك لن تقبل لن تقبل اي احد ان يشاركك فيها صحيح وهذه الطبيعه هي اللي خلات مع مرور الوقت لما جاء الاسلام في الحقيقه لما دخل الاسلام الى المنطقه تغيرت بعض الامور عند السكان يعني حال كما حال حالة تفهم حالة تفهم يعني الاسلام فتح لهم العقول والقلوب فانضموا قوافلا قوافل الى الى الى, إلى الفتوحات الاسلاميه ولما جات في عهد الدوله الرستوميه يعني تبنوا هذا الـ الاتجاه وسوف نتناول هذا الامر جميل بعد. أه هو على على ذكر الدوله الرستوميه اسمح لي دكتور ان اسال الدكتور سليمان والخصال أه نحن نجمع على ان الونشريس أه هذا الجبل الشرس العصي على التحريف حتى على مستوى اسمه هذا الونشريس رغم هذه القوه قبل النظام والانتظام صحيح واندمج في طبعا اول الدول بشكل الحكم والرئاسة في شمال إفريقيا وفي جزائرنا الحبيبة هي الدولة الرستومية قبل بهذا النظام والانتظام وأصبح مندمج في هذا الخيار الجديد طيب كيف نزع الإنسان الجزائري إلى منطق النظام والدولة وقد يكون نموذج بني توجين مبينا لذلك شوفوا أستاذ أحمد في الحقيقة أنا أعتقد أنه قبل الحديث عن اثر هذه الدوله الرستميه في على ساكنه جبل الونشريس اعتقد انه دائما عندما نتحدث عن الشراسه وعن القوه عن لا يفهم من ذلك انهم كانوا عباره عن قبائل قد يتصور البعض في المخيله في مخيلته انه كانوا شرسين وكانوا يردون بطريقه ما قد لا الحقيقه انه كانت لهم دوله قبل ذلك. صحيح. كانوا حقيقه يملكون هو الشراسه نقصد بها اننا امة كان عندنا منظومه دفاعيه فرديه. لكن عندما نتحدث عن طبيعه أي. الجبل وانه كيف يؤثر على الجبليين بين قوسين يفهم من ذلك انهم كانت لهم نوع من الغلظه هذا غير صحيح كانوا كان كانوا امه متحضره وسوف اعطي ادله على ذلك براهين على ذلك مم. قبل ان نتحدث عن الدخول والفتح الاسلامي تقول تقول المصادر الروميه اللاتينيه مم. تقول عن قبيله من هذه القبائل هي قبيله المغازيس التي تحدث عنها الدكتور قبيله المغازيس هذه تمتد اراضيها من زكار الى ونشريس بمعنى كانت ونشريسيه بامتياز تشير قلت المصادر الرومانيه عن ملوكهم المستقلين لاحظ عبارة ملوكهم المستقلين بمعنى أنه كانوا يملكون ملوك كانت لهم مملكة كانت لهم قيادة كانت لهم تنظيم حقيقي محكم في تلك المناطق مستقلين بمعنى أنه كانوا طبعا يدعون إلى الاستقلال باعتبار أن هناك أن هناك كثير من المحاولات الاستعمارية قبل الرومان وبعد الرومان بطبيعة الحال في مناطقهم قال ولم تتغلغل فيهم الرومانة هكذا العبارة لم تتغلغل فيهم الرومانة وهي من أبرز القبائل التي شاركت في ثورة بيروموس يعني الثورات التي حاولت أن ترد الاحتلال الروماني أعتقد أن هذا عامل من العوامل التي سهلت عملية الانضمام والانضواء تحت راية الدولة لأنه قابلة بني توجين من القرن الرابع تحولت الى دوله بطبيعه الحال وهي التي تسمى بقابله بني توجين او الونشاريس يعني كلاهما بمعنى واحد في الحقيقه وهي دوله الونشاريس وبالتالي لما جاءت هذه الدوله نعم صحيح انه من بدايات الدوله في القرن الثاني للهجره تصور الدوله الرسطوميه التي كانت في تلك المناطق وقريبه منها لانه تيرت كذلك تدخل ضمن مناطق الونشاريس معنى ذلك أنهم انضموا إليها ووجدوا ظلتهم واستطاعوا طبعا أن يسايروا هذه الدولة إن شئت أو أن يكونوا تحت لواء هذه الدولة ولا تنسى بأن الرجل الونشاريسي مثلما تفضل الدكاترة كرجل يكره الظلم ولم يجد ذلك الظلم عند الرستميين وإنما وجد نوع من الحرية الكبيرة ومعروف أنه كلما كانت هناك الحرية وهي أساس قوي من, من أسس التطور الا ويكون هناك الابتكار فوجدوا تلك المساحه الهائله من الحريات الامر الذي جعلهم يتفاعلون مع هذه الدوله ويكونون كل هذه الدوله الكبيره القويه وانت تعرف بان الدوله الرسميه في ذلك الوقت كانت عباره عن عباره عن دوله قويه جدا اقتصاديا الى درجه ان الاندلسيين كانوا ياتون من اجل ان ياخذوا من غلاتها وقد تحدثنا عنها ربما في حس اخرى يعني على الدوله الرسوميه كيف هو انها كانت جنات وكانت كذلك تحمل الكثير من 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 الاراء المختلفه ومن التيارات واستطعت ان تستوعب كل هذه التيارات وبالتالي استطعت ان تبني هذه هذه الحضاره التي قبل بها طبعا جبل الونشريس وقبائل جبل الونشريس نعم الله يبارك فيك شكرا جزيلا دكتور بروفيسور سليمان دكتور سليمان الكلمه لك ولكن في التدقيق في مساله الخيار السياسي ان صح التعبير بمعنى أن القبول بالنظام والانتظام في مجتمع لا يقبل الاحتلال أو لا يقبل أن أن تتسلط عليه السلطة يدلل على أسبقية الجزائري في تبني فكر سياسي خاص به كيف تجسد في الونشريس؟ هي هي دائما نرجع للتاريخ والتراث نعم التراث مازال موجود هذا التراث الدلائل موجودة نعم الانسان الونشريسي المثبته اثباتات تثبت الانسان كان كان عنده ذهن متفتح لما تشوف الرسومات الجداريه الموجوده في هذه المناطق يعني احنا معروف الجزائر ان فتره فجر التاريخ هي مرحله انتقالية ما بين التاريخ وما قبل التاريخ الانسان القديم في الونشاريس كان له ابداعات يعني انسان فنان انسان له حس مرهف يعني وتجلى ذلك في هذه الرسومات الموجوده على الصخور لما تذهب للمنطقه ما لحد الان تروح للمنطقه تصيب هذه في منطقتين مثلا في بوخيران اثنين الحد ولا في عين تكريه في تيسمسيت تلقى هذه الرسومات الجدارية التي تثبت مدى إبداع, إبداع وتطور الفكر للإنسان في هذه المنطقة الإنسان الذي تتوفر فيه هذه الأمور عنده قابلية لأمر أنه يتقبل إنما عندما تكون الأمور جيدة يتقبلها ويتبناها ويطورها الانسان احنا قلنا كلمه شديد لا نقصد بها الشده الشده في في امر اخر هي الشده انه لا يقبل ان يظلم او يستفز او وهي طبيعه كل جبلي في الجزائر يعني لما تذهب كل مناطق الجزائر تلقى الجزائري شرس صحيح آه انسان معروف يعني حتى يعني في الحروب من جبال في الى جبال الونشيري لان عقيدته العقلية. انسان حقاني يعني كما نعم. نقولوا الجزائري انسان طبيعته انسان لا يقبل الظن انسان لا لا يحب ان تنتهك اراضيه الى اخره وهذا ما عبرت عليه قابليته للاندماج في المجتمع الاسلامي في الفترات الاولى فترات الفتوحات ومع مجيء الإمامة الرستومية يعني الرستوميين بطبيعة القرب تيارت تيارت تاكدامت القريبة من الونشاريس فقد اندمج السكان ودخلوا في إطار المنظومة اللي كانت سائدة آنذاك الله يبارك فيك دكتور ميمان. الله يبارك فيك شكرا جزيلا على هذه الإضافات دكتور محمد زلقوق ما مخرجات علاقة هذا الجبل بالكيانات السياسية على الأرض الجزائرية من الزيرية إلى الحمادية إلى الزيانية في تاريخنا الوسط في الحقيقة يعني سؤالك يدعوني بالعودة إلى العودة إلى الدولة الرسومية في التي كانت في الحقيقة أول كيان سياسي انفصل يعني الخلافة العباسية آنذاك في المشرق وكونا هذا الدوله الجديده في بلاد المغرب وكتجربه جديده ايضا في بلاد المغرب وكانت سبقتها مجموعه من ثورات الخوارج المعروفه في في التاريخ ضد بعض بعض الولاة الامويين ولا نقول ضد الدوله الامويه او الخلافه الامويه في ذاتها ولكن بعض الولاة الذين اساءوا تصرف في الحق فادى ذلك الى انتشار المذهب الخارجي في بلاد المغرب وانتشاره هو الذي ادى بالتدريج يعني بدون ذكر التفاصيل الى تاسيس الدوله الرستميه فيما بعد. صحيح. عبد الرحمن بن رستم حينما انتقل من القيروان حينما انهزم او اخرج من القيروان و مر بطريق طويل يعني من القيروان مر ببلاد الزاب و ومختلف المناطق حتى وصل الى منطقه الونشريس واستقر به المقام في تيهرت وجعلها عاصمه له فلم يكن ذلك من فراغ أو يعني نتيجة إرهاقه أو إصابته بالتعب فتوقف وحط الرحال في المنطقة فاختار المنطقة على عن دراية وفتيهرت في حد موقعها الذي يقع بين منطقة تلية ومنطقة صحراوية بين الشرق والغرب منطقة تجارية زاهرة تربط بين مناطق ما وراء البحر المتوسط وحتى الى جنوب الجزائر جنوب الصحراء المنطقه الجنوبيه مع السودان الغربي والسودان الاوسط الى غير ذلك حتى الاندلس كذلك طرق تجاريه تمر بهذا المكان اضافه الى ان الساكنه في هذه المنطقه فوجدهم قبائل مستعدين لتضامن معه ولتحمل معه المشاق ولحمل فكرته كذلك وتبنيها صحيح فقبيلة لواتة قبيلة مطماطة مجموعة من القبائل الهوارة زواغة مكناسة إلى غدر كل القبائل هذه تمكن عبد الرحمن بن رستم من توحيدها فكيف يعني نجح في ذلك ما كان يقول هذا منذ قليل أن الإنسان يعني في المنطقة في منطقة الونجاريس حينما فهموا طبيعة الإسلام فعلا وادركوا الحقيقه والهدف نعم كان, نعم كان عندهم هذا الاستعداد الفطري تقريبا لتبني آه الفكره التي جاء بها المسلمون فاعتنقوها وتضامنوا مع الدوله الرسوميه وساهموا في بناء تيهرت وساهموا في بناء الحضاره آه الرسوميه عبر التاريخ ودليل على ذلك كان يعني حتى الدوله الرسوميه كذلك كانت متسامحه رغم انها اباضيه صحيح ولكن كانت متسامحه مع بقيه المذاهب الاخرى أه في المناطق حينما نذكر بالمصادر المصادر يقول لك هذه دار أه فلان الـ الـ البصري مثلا وهذه دار فلان الكوفي مثلا الى غير فكانت تجمع أه مجموعه من العراق مجموعه من الاجناس مختلفين في مذاهبهم في توجهاتهم السياسيه كذلك ف حتى كانت تسمى تهارت كذلك ببغداد المغرب تشبيها لها ببغداد العاصمة العاصمة الخلافة العباسية لوجود ملل ونحل ومذاهب كثيرة داخل هذه الدولة فالونشاريسي يعني تقبل وجود هذه الأفكار وجود هذه الأجناس ووجود هذه الملل بصدر رحب لأن لم تكن هناك رغبة في الاحتلال بل كان هناك رغبه في بناء حضاره واقامه صحيح. مدنيه جديده وبناء مستقبل ظاهر لكل سكان في المنطقه بغض النظر عن انتماءاتهم. فيما بعد يعني مع تطور التاريخ فعلا فيما بعد ما قامت به الدوله الفاطميه حينما انتشر المذهب الشيعي في المغرب ودمرت كل المنطقه وقضت على الدوله الرسومية بحد ذاتها ثم جاء فيما بعد التوسع المرابطين ثم الموحدين الى ذلك. الموحد يقال نعم إنه عبد المؤمن بن علي مر بالمنطقه. نعم مر بالمنطقه نعم لما كان عائدا او لما كان ابن تمر كذلك نفسه مر بالمنطقه. كان نعم ماضيا نعم الى نعم تاسيس مشروعه الوحدوي المغاربي. نعم نعم نعم, نعم, نعم فمر بالمنطقه وتمكنت بعض القبائل فيما بعد حينما سقطت الدوله الموحديه. وسقطت زالت نهائيا مع بداية العصر الحديث تقريبا في بلاد المغرب الأوسط أو في بلاد المغرب الإسلامي بشكل عام ظهرت قبائل أخرى أسست إمارات جديدة وتمكنوا من إقامة دولات جديدة منها مثلا بنو زيان في, في الجزائر أو الحفصيين في 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 تونس وفي المغرب الأقصى المرينيين أيضا فبنو توجين تمكنوا من إقامة إمارة في منطقة الونشريس بالضبط سبحان الله فكانوا في البداية في خدمتي بالحق خدمة في كانوا في خدمة الموحدين فكانوا معهم لكن لما انهار السلطة الموحدية وظهر نوع من من الانقسام السياسي وفوضى سياسيه في بلاد المغرب فبنو توجين في بلادي آه في منطقه الونشريس آه اخذوا على عاتقهم اقامه اماره خاصه بهم فقامت هذه الاماره وتمكنت من البقاء مدة قرنين او ما يزيد عن ذلك بقليل ودخلت في خدمة الدولة الزيرية فيما بعد ودخلت في خدمة الدولة الزيانية واحيانا ضدها واحيانا مع الحفصيين حسب حسب الوضع الاحداث الوضع السياسية نعم هو هذا الوضع دكتور محمد القوق هو الذي سيولد ايضا الكيانات العلمية والثقافية نعم التي ترتبط نعم بالمنطقة نعم وسنشير نعم اليها في قادم اعداد البرنامج لم يبقى للكثير من الوقت دكتور ميمن اذا كان الامكان بالاجابه نعم او لا وسنفتح النقاش في قادم الاعداد. هل تابى الجبل عن قبول استضافه نمط الحكم العثماني في اداره الشان الجزائري ابان دوله الجزائريين لا أم نعم؟ الحقيقه سكان المنطقه سكان أيوة. منطقه الونشريس تقبلوا كل ما هو في صالح المنطقه ورفضوا ورفضوا كل ما هو استبدادي متعلق بظلم او الله يبارك <applause> دكتور ميمن داود الباحث في التاريخ والاثار الاسلاميه شكرا جزيلا لك دكتور محمد زرقوق استاذ التاريخ بجامعه خميس مليانة شكرا جزيلا لك استاذنا الدكتور سليمان والخصال شكرا جزيلا لك استاذنا الدكتور عبد الرحمن طيبي شكرا جزيلا لك شكرا لكم ايها الافاضل علي الوفاء انقل لكم تحيات الفريق التقني العامل اللحظه وانقل لكم تحيات المخرج ابو بكر عياطه مساعد المخرج سعيد السعيد محروق الى اللقاء في اللقاء